في الحدود لازم الجغرافية، يكون فيها ويمكن أنه جريمة تكون عندنا موقع في موقع ما، وهي بدأت من سواء بلد آخر دولة أو من أخرى. ولاية أخرى أو دولة أخرى. نعم دكتور، يعني هل يدرك الأولياء أنواع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أبنائهم خلال استخدامهم للإنترنت؟ والله هذا الطرح حقيقة نعيشه في العالم العربي، ولا خاصة يعني في العالم ككل. إدراك ما يتعلمون أبناءنا لا أظن يعني أعطي له الاهتمام بشكل كافي. أصبح يعني الابن يتعاطى المواقع الفيسبوكية بدون أن يعلم الأب أو الأم، يعني دون متابعة يعني. متابعة الابن لا أظن يعني موجودة في، وهذا ما انعكس سلبا في التعامل مع هذا الابن أو هذا المراهق مع يعني التواصل الاجتماعي. وهذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع جرائم كثيرة، فيما يعني ما حصل مؤخرا للبنت اللي انتحرت بسبب الابتزاز اللي تعرضت له. يعني إلى ماذا يرجع هذا؟ في الحقيقة حينما نفسر نفسيا هذه الظاهرة، الجريمة الإلكترونية يقترفها النوعين. النوع من المراهقين، هؤلاء يعني يبحثون عن إشباعات نفسية أو نزوات نفسية، أو يعني النزوات التي يجد لها طريق عبر الفيسبوك. ولكن هناك نوع آخر، النوع الآخر هو الذي يتعاطى يعني في الجريمة الإلكترونية، هم ناس أذكياء جدا، لهم دوافع ولهم حوافز ولهم رغبات نفسية ولهم يعني دراسات. بالتالي من يتعاطى بالذكاء نعم، هذا الشخص هو الذي يبني مواقع يعني صحيحة في الدخول إلى أسرار الدول، أو الدخول إلى أسرار المؤسسات العالمية، أو أيضا تحويل الأموال. فهؤلاء يعني الذين نقول يمكن أن نقول مجرمين إلكترونيين، هؤلاء أذكياء جدا، لهم يعني قدرة على يعني الفهم والتفكيك الشفرات الإلكترونية لاستخدامها فيما يبحثون عنه، ربما يكون على مستوى الدول أو على مستوى المؤسسات العالمية يعني الاقتصادية. والأكثر عرضة لهذه الجرائم هم القُصّر، يعني ما هو دور الأسرة لكي تحمي أبنائها؟ لا، هذا النوع الآخر. لما نتكلم عن القُصّر بمعنى أنه دور الأسرة هو لاستدراجهم ولل أكيد دور الأسرة غائب يعني للتحرش بهم في جنسيا الحياة، كذلك. لأنه لو كانت متابعة للأسرة والرقابة للأسرة لأبنائهم، لما وصلت هذه الجريمة الإلكترونية إلى ازدياد وانعكاسها للجرائم أخرى. لأنه حينما لم تكن مراقبة الآباء أو نعم الوالدين أو الأسرة لأبنائهم، هذا حتما يجعل ابنتهم تعاني من مشكلة وهم غير يعني مبالين وغير عارفين مدركين. بمشكلة، وبالتالي تتطور هذه الحالة وتتفاقم، وتصبح هذه البنت كأنها تعرضت للتحرش الجنسي أو شيء آخر، مهددة نفسيا داخليا ولكن في الصمت. وهذا الصمت ربما تذهب هذه الطفلة هذه البنت إلى الانتحار أو إلى الكآبة أو إلى أمراض نفسية أخرى التي خطيرة يعني. جاءت خطيرة جدا، جاءت نتيجة تعاطيها أو تعرضها للجريمة الإلكترونية. وهذا ينعكس أيضا على هذا الأبناء، على أبنائنا. ولهذا أجد أن الأسرة هي التي يعني سمحت في أبنائها بدون رقابة وبدون متابعة وبدون يعني تفكير نعم فيما يصلح لهم من خلال هذه العولمة، أو من خلال ما يسمى شبح العولمة الذي أصبحنا نحن أصبح كأنا هاجس يعني. هاجس، وأصبحنا نحن مثل نفكر، لأن العولمة أصبح نأخذها سواء يعني بطريقتها بدون غربلة، نعم وبدون غربلة لها انعكاسات سلبية على كذلك الأمية أبنائنا وعلى المعلوماتية، المجتمع. يعني ما صارتش عندهم، يعني الناس ماهيش متثقفة من ناحية التكنولوجيا. حقيقة من يتعاطى مع العولمة، شبح العولمة، هذا التقدم والتطور الازدهار المعلوماتي، أكيد أنه حينما لا يعرف يصبح ضحية لهذه الآلية العولمتية، لأنه يصبح معولم
بدون إدراكه وبدون معرفته للموضوع. نعم بالتالي هذا الإنسان المعولم والذي يعني في مستقبلا سيصبح ضحية للعولمة بدون أن يفيق أكيد له. أكيد لازم يكون في حملات تحسيسية. هل بالطبع. تقومون بحملات تحسيسية من أجل هذه الجريمة، يعني من أجل الحد منها؟ فيما يخص الدرك الوطني نعم شارك وما زال يشارك في منتديات وتظاهرات سواء دولية أو وطنية نعم داخل وخارج الوطن من أجل تحسيس وتوعية المواطن أو حتى مؤسسة الدولة. مختلف التظاهرات اللي عندها علاقة بهذا الميدان يشارك فيها نعم بقوة أخصائيين من الدرك الوطني من أجل تحسيس كذلك الجمهور. نعم كذلك نقدم تكوينات سواء لأفراد السلاح أو حتى أفراد تابعين لمؤسسات الدولة. نعم كذلك يجب يكون الحملات التحسيسية من المدرسة، من المساجد. يعني هل هناك تقصير من المدرسة؟ هو حقيقة التقصير من كل من المجتمع في حد ذاته لأفراده، لأن حينما نجد مدير مدرسة أو معلم أو المسجد أو الإمام أو الأستاذ في الجامعة أو الذي ينشر من خلال ندوات أفكار جديدة لمحاربة هذه العولمة نجدهم غائبين. فالعولمة تعمل بأبنائنا ما لا يعمله العدو بأبنائنا، لأننا لم نهيئ أولا يعني الأرضية التي يمكن أن نعم نعمل بها ونوظفها لفائدتنا ولا توظفنا لفائدتها. نعم 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 يعني أقصد هنا العولمة، لأنه في كل الأحيان نتعاطى ولكن بدون إدراك، نتعاطى بدون معرفة الطرف الآخر، وأنا أقصد العولمة، أو بدون غربلة. وهذا المشكل الذي نعيشه الآن انعكس على المجتمع العربي بكامله برهانات العسيرة والمريرة التي يعاني منها المواطن الجزائري جراء عدم معرفته الكاملة للعولمة واللي شبح الفيسبوك يعني وتويتر وكل ما شبه ذلك. وهذا ما انعكس ايضا على نفسيه الفرد في الوطن العربي او في الجزائر، لان نفسيه يصبح هذا الفرد يدخل الى حاله مرضيه بدون شعوره وبدون علمه، كانه يعمل على رداء الطرف الاخر ويتقمص شخصيه صانع العولمه، لان هناك صناع العولمه يصنعون قبل ما يصنع قبل صناعة العولمة، صنعوا يعني أفكار كيف تسير نفوس هؤلاء المجتمع، وبالتالي هذا المجتمع يصبح معولم ويصبح أفراده معولمين ويصبح كل ما يوجد في هذا المجتمع لأنه لا معولم، أحد في نعم وفي نفس الوقت نعم ينسلخ من تقاليده ومن مرجعيته ومن دينه، وهذا أجده خطرا كبيرا على المجتمع الجزائري. ولا أحد يعني في منأى من هذه الجريمة، يعني يمكن أي واحد فينا يتعرض لهذه لا، الجريمة. كل من تعاطى مع العولمة، وأقصد الفيسبوك دائما، كل من تعاطى معها فهو سيصبح يقدر يكون ضحية ضحية مش بدون حينما يكون بدون غربلة المعلومات. ليس من الضرورة أن يكون ضحية يعني مستخدم للإنترنت، قد يكون غير مستخدم للإنترنت. في بعض الأحيان نشوف بعض الفتيات يشهروا بالصور تاعهم في الفيسبوك أكيد أكيد. وعلى سيرة الفيسبوك ماذا بينا توعيوا للناس على خطورة استخدام الفيسبوك خاصة الفتيات. خاصة الفتيات أكيد. تفضل. فيما يخص لي ريزو سوسيو، مواقع التواصل الاجتماعي، ما ننساش أنه المجتمع الجزائري له خصوصيات، وهذه الخصوصيات ما تنطبقش على خصوصيات باقي الدول، لأنه الآن راهو حدث فيه تقليد، معناتها كما نشوفوا الأطفال ولا المراهقين تاع الدول الأوروبية يقوموا بفتح صفحات على الفيسبوك وينشروا فيها الخصوصيات وينشروا فيها صور شخصية. احنا وفيديوهات حتى فيديوهات. نعم. واش صرا؟ احنا المراهقين تاعنا ثاني ولاو يديروا نفس الشيء، ها يفتحوا دي باج بسمواتهم، يديروا صور تاعهم الخاصة، نعم. فيديوهات تاعهم، بدون أخذ بعين الاعتبار أنه المجتمع الجزائري له خصوصيات منافية ولا غير اللي يتميز ثقافة بها، غير ثقافة الغرب، يعني ثقافة غير ثقافة الغرب، أو خصوصيات مختلفة تماما نعم عن خصوصيات اللي يتماشى بها المجتمع الأوروبي. نعم. النصيحة واش نجمو نقولوا؟ أنه وخاصة الشريحة النسوية يعني الفتيات، نعم، تجنب قدر المستطاع وضع على سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع أخرى كل ما هو صور أو فيديوهات خاصة بهم،
عدم ذكر خصوصيات الحياة اليومية تاعهم بما فيها الاسم واللقب. بطبيعة الحال بما فيها الاسم واللقب. فيما يخص الأسرة ولا مستعملي الإنترنت خاصة المراهقين في الأسرة لازم دائما يكونوا تحت مراقبة الوالدين. نعم الحاسوب لازم يكون في مكان ما يسمحش للطفل هذا أو المراهق هذا باش يستعمله في عزلة، لأنه كي يكون في عزلة يمكن له أنه يشوف ولا يتصفح أي موقع حتى مواقع المنافية للأخلاق. نعم لأنه لهنايا في هذا المجال ما نش نتحدثوا على التشريع فقط، احنا نتحدثوا خصوصا على الأعمال المنافية للأخلاق وخصوصيات المجتمع الجزائري. نعم لازم دائما الطفل هذا اللي يكون يتصفح الإنترنت ما خلوهش في عزلة تامة يكون أو بدون متابع يعني مراقبة. مراقب. نعم شكرا لك نقيب فريد دريشي على حضورك معنا اليوم، العفو، وإن شاء الله تكون معنا في مواضيع أخرى. شكرا. مشاهدينا نتوقف الآن مع فاصل إشهاري ولا نعود. أهلا بكم مشاهدينا مجددا لمن التحق بنا الآن. موضوع حلقة اليوم الجريمة الإلكترونية. التحق بي الآن الأستاذ يونس قرار، خبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال. أهلا بك سيدي. شكرا. وشكرا للتعب. على تلبية الدعوة. قبل أن نواصل نتابع صبر الآراء مع الزميلة فريال دقوش. اللي تحط روحها في فيسبوك ديجا با بيرت سا فالور، سرا با سي با اون، ماشي من ثقافتنا. وقد ما تكون ديسكريت قد ما تكون عزيزه، باسكو لا فام الجيريان غاليه غاليه غاليه، كوم جي ما في، كوم جي ما فام، كوم جي مي كوزين، كوم جي تو الموند. يا خويا المراه جزائريه غاليه وفيف لي فام الجيريان. بون كل واحد كيفاش يشوفها، بصح رايي انايا نورمالمون دو بريفيرونس ما ديرش التصويره تاعها، باسكو كيما ديجا داروا واحد فيسبوك داو كاع التصاور تاع البنات تاع الجي. كاين واحد لاباج فيسبوك فيها لقاوك معمره بناتنا كانوا دايرين تصاورهم في فيسبوك، لقاو تصاورهم انتيم ولا مع الدار ولا الاخر لقاوهم في لاباج هذيك. كاين اللي الناس يستغلوهم يديروا بهم عفايس عيانين ولا. بور موا انا نعطيهم كونساي كاع، نحو تصوركم من الفيسبوك خير. نقول لهم ما يديروش التصاور في فيسبوك باسكو كاين الناس شغل كيما نقولوا يدوهم ويديروا بهم عفايس عيانين ومنايا. انا جو بريفير ما ديرش هذا ماك. فلي با ندير لافوتو تاعي في فيسبوك باسكو عبادنا ماشي مربيين. الله يهديها. شاكان اي ليبر. بريزونت سا بونتي. سي بيان. لا كاع حتى مشكل. اي ومن بعد تصور الصوره تاعهم شحال يديروا بها. ومن بعد يموديفيوها راه بروبليم. كان جي طفله ما نحطش لافوتو تاعي في فيسبوك باسكو كاباب كاين دي جون لي يجي نحي لك لافوتو تاعك يدير بها فاس واحد اخرين ولا سي با فيزاب. انا كان جيت منهم ما نديرش لافوتو تاعي نورمالمون يديروا ما باليش يديروا عفسه مليحه بلوز امبورطونت على واش يديروا لافوتو تاعهم باسكو كاين الناس يجوا يديروا سبيسيالمون ينحوا لي فوتو تاع البنات هادو ما يديروا بهم عفاس ماشي ملاح شايفه. دونك ما شوي كونت انا البنات اللي يديروا لي فوتو تاعهم. كل واحد حياته كل واحد جو سي با مي بور موا نو نو ما نقدرش نحط لا فوتو ديالي باسكو انا في الجزائر اختي ما نقدرش نحط لا فوتو ديالك. يدو لك لي فوتو ديالك يدو لك لا غالب الشعب ماشي ما يتفهموش كما نقولوا مازال ما كاش كيفاش تحضر لا فوتو ديالك. Je suis ni pour ni contre, mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est-à-dire, non, si on était dans un pays quand même développé et tout, c'est-à-dire pour ça, oui, d'accord. Mais malheureusement, vu la situation actuelle et tout, c'est-à-dire, il y a des gens, jusqu'à maintenant, il y a des amis à moi, il y a des copines, il y a de la famille et tout, ils ont trouvé des difficultés. Pour ça, ils ont eu même arrivé au point où ça arrive au divorce et tout.